السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي عصام، ومرحبا بكم في هذا الشرح البسيط عن موقع الكيت ار لاختصار الروابط والحصول على الأموال من هذا الموقع. إذا أصدقائي الأعزاء، كيف ذلك؟ تابعوا معي الشرح وأتمنى أن تشتركوا معي في القناة للتوصل بجديد فيديوهاتنا والضغط على زر لايك ودعمنا، وشكرا. لنبدأ على بركة الله. إذا ستجدون رابط الدخول إلى الموقع أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الرابط أصدقائي الأعزاء، ستكون معكم هذه النافذة. إذا بعد ما تصير معكم هذه النافذة، آسف على التلوث نخبط في اللسان، إذا هنا من هنا يمكنكم أن تشيء حساب على هذا الموقع، اسمك وبريدك الإلكتروني، وهنا تدخل الكود والكود، وأيضا تضغط على جنس الروبوت وكذا وكذا. فقط يعني تسجيل مرحلة بسيطة، مرحلة تسجيل مرحلة بسيطة، لا تجد أي مشكل في مرحلة التسجيل أبدا. إذا أصدقاء الأعزاء، نعود إلى المرحلة السابقة. إذا أنا لدي حساب من قبل، أضغط هنا وهنا أضغط أكمل على الدخول إلى حسابي الشخصي. إذا هذا هو حسابي الشخصي في هذا الموقع. يمكنك أيضا أن تنشئ حساب. بعد إنشائك لهذا الحساب سيظهر اسمك هنا، وهذه الواجهة للحساب، يعني بسيطة جدا. إذا سنشرح بعض الأشياء المهمة. إذا أصدقاء الأعزاء، يعني أشياء يعني بسيطة، هذا الموقع رائع جدا. هنا يعني 35% من يعني إذا شاركت أحد الروابط وكذا. من هنا يمكنك اختصار الروابط، يعني من هنا تضغط رابط هنا، يعني تضع هنا رابط تقوم بنصبه من مكان ما، ثم تضع هنا وتضغط على كرييت وتقوم بمشاركة رابطك وربح الأموال. إذا سأشرح لكم كيف ربح الأموال من هذا الموقع. مثلا هذا لهذا الشهر، لهذا الشهر فعدد أرباحي كانت 6 مشاهدات و 0.02 أرباح من الأرباح. في الشهر الماضي ماي 2.6 مشاهدة 0.21 دولار قد ربحت. في الشهر أفريل كانت لدي المشاهدات 41 دخول إلى الروابط التي قمت بمشاركتها و 0.13 دولار قد ربحت. إذا في الشهر الذي قبل منه كذا، أن تلاحظون التسارع، يعني كلما ازدادت عدد الأشهر يزداد المال. إذن هذه من هنا يمكنك الاطلاع على الروابط ويمكنك نسخها ومشاركتها التي قمت باختصارها. هذا هو المجموع الإجمالي لأرباحي لهذه الأشهر، هو 0.42 دولار. لا تعتمد على هذا الموقع، ممنوع الاعتماد عليه، فقط هو كوسيلة لمشاركة الروابط وكذا. ستربحون الأموال مع مرور الوقت، يعني ليس مال كبير، ولكن يعني تلاحظون أشهر و0.42 دولار. من هنا يمكنكم مشاركة هذا الرابط مع أصدقائكم، عندما يتسجلون من خلال رابطكم ستربحون 35 من إجمالي يعني أرباحهم، ولكن بدون تضرر أرباحهم هم، يعني الموقع سيعطوك 35 من أرباحهم كذا. هنا ستجد هنا اسمك وعنوانك والأدرس التي أدخلتها عند التسجيل ومدينتك وأيضا مكان يعني الجهة، وهنا كود البوستال ومدولتك ورقم هاتفك. هنا يخبرك بأن الحد الأدنى للسحب من هذا الموقع على باي بال هو 5 دولارات. نعم 5 دولارات. إذا وصلت 5 دولارات يمكنك سحبها مباشرة إلى الباي بال بدون أي أي عقبات. يعني مثلا أحد أصدقائك أخبرك بأنه يريد صفحة جوجل تراديكسيون، أنت ستقوم تأتي بهذا الرابط، ستقوم بنسخه وتقوم بالضغط هنا، وهنا تقوم بلصق الرابط، نعم لاختصار الرابط. بعد ذلك سيكون معك رابط بهذا الشكل، ستضغط على كوبي او تقوم بنسخه بهذه الطريقة. المهم هو ان تقوم بنسخه وتقوم بمشاركته الى صديقك معين او اصدقائك، او في جروبات الواتساب او جروبات الفيسبوك، او على اليوتيوب، يعني في اي مكان من الاماكن. هل فهمتم؟ يعني بعد ما يدخل احد ما او شخص ما الى هذا الرابط الخاص بك، سيواجه عدة إعلانات التي سيشاهدها. مثلا هذه الإعلانات التي تظهر هنا، تلك الإعلانات هي التي ستتقاضى عليها أجر مادي يعني ضعيف، يعني سينتظر 5 ثواني، وفي ذلك يلاحظ بعض الإعلانات لمدة معينة التي ستتخلص عليها وستربح منها. إذا من هنا نضغط على أوكي، يعني سيخرج في الصفحة التي قمت بمشاركتها مع صديقك. إذا هنا يعني كما شرحنا هذه الصفحة من قبل، يعني أصدقائي الأعزاء لا تعتمدوا على هذا الموقع، فقط وسيلة يعني بديلة.
ليست بديلة ولكن بسيطة لربح الأموال، ولكن مع مرور الوقت ليس في نفس الساعة أو نفس اللحظة، ولكن مع مرور الوقت. هنا يمكنك الاطلاع على الروابط وأيضا مشاركتها ومسحها وأيضا نسخها ومشاركتها مرة أخرى. نعم، إذا أصدقائي الأعزاء من هنا يعني لقد شرحنا الموقع كامل، يعني هذه واجهته. إذا واجهتم أصدقائي الأعزاء أي تساؤل خلال هذا الموقع أو في التسجيل، ما عليكم سوى طرح سؤالكم أو سؤالكم علينا. وإذا كانت لديكم أي تساؤلات حول برامج المونتاج، برامج الحاسوب، برامج كيفما كانت برامج الحاسوب كيفما كانت الألعاب، أيضا تساؤلات في الأندرويد، أجهزة الأندرويد، برامج الأندرويد، أي تساؤلات تقنية اطرحوها علي في التعليقات. وشكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة وشرح جديد. السلام عليكم ورحمة الله.